تقديم علي الحسين. علي معكم. نعود مع حضرتكم سيداتي وسادتي مستمعينا الأفاضل دائما عبر أمواج إذاعة مابيل انتيغ من مدينة ليج البلجيكية، وبرنامج علي معكم الذي يرافق حضرتكم إلى حوالي 11 ليلا. ابقوا في الاستماع. نحط الرحال اليوم بمدينة بني بوعياش للاستفسار وللتواصل مع أحد الناشطين الجمعويين الفاعلين الجمعويين هناك، السيد سعيد القجيري، الذي يوضح لنا بعض الخروقات أو الكثير من الخروقات التي ثبتت في توزيع المحلات التجارية بالمركب التجاري ببني بوعياش. هذا الموضوع وهذا الملف الذي نفتحه معكم خلال هذا الأسبوع، حيث اتصلنا عدة مرات بالمجلس البلدي ببني بوعياش، لم تكن هناك أي إجابة للأسف، لا المجلس البلدي ولا الباشوية بهذه المدينة السالفة الذكرى. إذن غادي نحاولوا نريكابيتوليو مع سي سعيد القجيري اللي راه معنا في الخط، اللي غادي يشرح لنا هاد القضية هذه اللي يعني قاموا هو في الجمعية ديالو ومجموعة من المواطنين والتجار المتضررين، قاموا بعدة وقفات احتجاجية ويعني كانت هناك نتيجة. سي سعيد القجيري مرحبا بك مرة أخرى عبر أمواج إذاعة مابيل انتيغ. مرة أخرى نجدد الترحيب بك سي علي وبكل مستمعينا الكرام مباشرة من مدينة بني بوعياش إقليم الحسيمة. إذن السي سعيد، بغيناك يعني المستمعين الكرام ديالنا اللي ما استمعوش لنا في الأول، بغيناك تعطينا واحد الحصيلة على داك الشيء اللي وقع، وهذا يعني لو بروبليم فينا هو دائما في هذا المركب التجاري اللي قلت سي علي، راه باش نعطيكم واحد الورق عليه، كيتوفر على 250 محل تجاري ومركب كبير، واعتقد اكبر مركب تجاري في الاقليم الحسيمه، عنده بنايه زوينه جميله على برا، ولكن مع الاسف بني بوعياش حاليا كتعيش ازمه اقتصاديه اجتماعيه في هذه السنوات الاخيره. هذا المركب كنا كننتظروا منه انه باش يلعب واحد الدور اقتصادي في هذه المنطقة، لكن مع الأسف الشديد المسؤولين هنا ما كيساهموش في هذه الطريقة. قلت الطريقة ديال المواحل، كاين الناس اللي تعطوا لهم 6 المواحل سي علي، كانوا الناس اللي تعطوا لهم 5 ديال المحلات، ماشي محلات صغار، كان اللي خذا مقاهي وخذا المطاعم على الواجهه، وهذا الشيء ما عندهمش وثائق، كان تلقى عنده وثيقه واحده وكياخذ فيها 6 أو 5، كان فيها الزبونيه وفيها الشيء في التوزيع، وحنا هنا كنطالبوا باش تعطى لنا اللائحه ديال المستفيدين. الرئيس ديال الجماعه مرفض يسلم اللائحه ديال المستفيدين، خص الناس المواطنين يعرفوا شكون اللي استفاد من هاد المحلات التجارية وبأي طريقة توزعت هاد الأخوان. احنا غادي نتجهوا اليوم الاثنين ان شاء الله العام مالا باش نحط طلب ديالي نحصل على اللائحة ديال المستفيدين. كاين الناس هنا تيقولك راه جايين الناس على برا، وعطى لهم السيد الرئيس يعني المحلة التجارية مقابل مبالغ مالية، هاد الهضرة كاينة في بني بوعياش. كنطالبوا أيضا السي علي، من المطالب هو هذيك 5000 درهم اللي كيطلبها السيد الرئيس كتسبيق مع تجار، كان كيطلب 2 مليون، ما بغاوش يخلصوها، ما قدروش، طلب لهم مليون ما قدروش، دابا حاليا داير لهم 5000 درهم، كاين اللي خلصها كاين اللي ما قدرش يخلصها، وحنا كنطالبوا بإلغاء هاد 5000 درهم، خصها تلغى ورجع الفلوس للمواليه، هذا مطلب. وكاين حتى الأثمنة ديال الكراء، أثمنة تيقولوا التجار اللي هم معايا الآن المقر عامر بتجار جايين عندي، كيقولوا بأن الأثمنة غالية بالمقارنة مع المركبات التجارية بالإقليم، سواء المركب ديال إنجورن أو المركب التجاري ديال الحسيمة. المركب التجاري ديال بني بوعياش الآن عنده أثمنة يعني مرتفعة جدا، نحن نطالب بتخفيض هاد الأثمنة ديال نتاع الكراء. شنو كاين الآخر في هذا المركب؟ فيه الآن قلت فساد،
فساد، وهاد الناس ما بغاوش يسمعوا. المشكل الرئيسي يا سي علي بني بوعياش اللي بغى يشعل الفتنه، اللي بغى يشعل النار على بني بوعياش، هو السيد الرئيس المجلس البلدي والسيد الباشا ديال بني بوعياش. هاد الجوج متفقين، هما اللي دايرين الفوضى، هما اللي كيديرنا، وحنا جينا كجمعيه باش نأثروا هاد المواطنين، باش نأثروا هاد التجار، ما نخليهمش ينحرفوا. كان بعض التجار جايين عندي السي علي عنده محلات تجاريه، والسيد الرئيس ما بغاش يعطيهم المحلات التجاريه، قال لك غادي نحرق راسي، غادي نمشي نجيب ليسانس ونحرق راسي الا ما تعطيش لي المحل. كاين الناس اخرين تقول لك والله انت غادي يعني غادي شي مصائب، غادي شي مصائب. ولكن بالجمعيه الحمد لله تدخل ديالنا دخلنا، قلنا لهم لا هادشي ما ديروش، جيبوا الملفات نتاعكم عندي وحنا ندافعوا وحتى نلقاو لكم الحل ان شاء الله. والحمد لله كاين الناس اللي لقيناهم الحل، كاين الناس اللي غاد مازال كنتظروا. اذا غير واحد نقطه اخيره، كنتوا انتم يعني جهزتوا لواحد وقفه احتجاجيه ولا مسيره وتم يعني الايقاف ديالها من طرف للسلطات المحليه، واش ممكن تقول لنا المزيد على هذا الشيء؟ بالفعل سي علي، اليوم كنت يعني حطيت الاشعار نتاع تظاهره ماشي صغيره، تظاهره كبيره باش دار اليوم هذه العشيه في بني بوعياش، وجهوا نداء لجميع الساكنه والهيئات الحقوقيه والمدنيه باش تخرجوا الضامن مع هاد المساكين ومع هاد المظلومين. ما كاينش اللي غيوقف معاهم صراحه، ما كانش لي وقف معهم. وبالتالي حطيت المسائل ديالي القانونية، لكن تفاجأت البارحة يعني مراسلة من طرف السيد السلطة المحلية تقول لي بأن مكتوب هذا الشيء بأن تمنع التظاهرة وفي الأماكن العمومية جميعا على أساس من ناحية الأمنية، خايفين من ناحية الأمنية. والمشكل واخا سيدي، مشينا أمام موكب تجاري درنا واحد الوقفة احتجاجيه مع التجار والمواطنين، وضحت لهم الامور والمستجدات، وتكلمت مع الناس المسؤولين ديال الامن، قلت لهم هاد الناس خصنا نفهموهم، غادي تعطيوني واحد 15 15 مينوت على اساس باش نوضح هاد الناس شنو كاين، وبغا نمشيو بحالتهم بكل هدوء. اتفقوا معايا، هذاك الشيء اللي درت وضحت لهم ربما هاد الشيء راه من المواقع الالكترونيه يعني كانت تابعت هاد الحدث. وحاليا للتذكير سي علي، راه الجمعيه كتمنح حتى من القاعه، ماشي من الشارع وصافي، حتى من القاعه نستفاد من القاعه. السيد الرئيس كيمنعنا باش ما نتواصلوش مع المواطنين في القاعه، كانت تبان المنع في القاعه والمنع من الشارع. فين تمشي الجمعيه؟ غريب هذا الشيء، فين نمشيو؟ فين نأثروا المواطنين؟ فين نتواصلوا مع سعيد القجيري اللي كان معنا من مدينه بني بوعياش اذا ملف توزيع المحلات التجاريه بمدينه بني بوعياش بالمركب التجاري لبني بوعياش، الذي عرف للأسف خروقات عديدة من طرف السلطات المحلية والشرطة الإدارية. إذن سيداتي وسادتي مستمعين الأفاضل، أنتم دائما في الاستماع إلى أمواج إذاعة مابيل انتياغا، علي معكم يرافق حضرتكم إلى حوالي 11 ليلا. ابقوا في الاستماع، نحن دائما معكم، ابقوا معنا. Ma belle inter. Un véritable outil de parole et d'expression. Un véritable outil de prise de parole et d'expression. Ma belle inter, c'est votre radio. C'est votre radio. Soutenez-la.